فيما أعلنت القاضي فاطمة فيصل حبير رئيس اللجنة الإشرافية في المحافظات الجنوبية نتائج الانتخابات النيابية والبلدية في المحافظة. وقالت رئيس اللجنة الإشرافية إن النتائج أظهرت حسم دائرة واحدة في الانتخابات النيابية، فيما تتجه بقية الدوائر التسع لجولة الإعادة يوم السبت المقبل، لافتة إلى أن نتائج انتخابات المجلس البلدي بالمحافظة الجنوبية أظهرت حسم دائرتين، فيما تتجه بقية الدوائر الثماني لجولة الإعادة يوم السبت المقبل.